عرفينا على نفسك. أنا الزهرة سيرين عينين من فوج أمل قاوش نقاسن 5 ابتدائي في مولود معنا. كيف انخرطتي في الكشافة؟ أنا في الحقيقة كنت قاعدة جت عندي صاحبتي قالت لي هضرت لي على الكشافة وقالت لي باللي الكشافة مليحة الكشافة تنديروا فيها أنشطة. جيت أنا وبعد رحت قلت لماما بابا ومعد تيك دخلت عندهم ودوكا الحمد لله راني معهم. واش تعلمتي من الكشافة؟ تعلمت ندير المنديل الكشفي على العنق تاعنا وكيفاه نربطوه على خاطر هذا رباط العنق تاع الكشفي عنده كيفاش ديريه ماشي ديريه برك باسكو هذا يعتبر حاجه بزاف قيمه مادام انه درناه في العنق تاعنا ان تحمل الالوان العالم الوطني. احنا كي دخلنا علمونا اول حاجه علمونا هي كيفاش نديروا التحيه كي تدخلي ديري القائد تاعك تحيه وهي ديريها دائما باليمنى تحيه هي هذه. غني لنا اغنيه كشفيه. قصة حياتي بدأت معك أنت يا كشفيتي يا روحي وحياتي علمتيني الإيمان وريتيني الإيمان قلبي عليك هات وحدك يا الكشفية. رحت مؤخرا في جولة إلى الغابة واش تعلمتي فيها؟ كاين بزاف حاجتين تستفدت باللي هذوك الحيوانات كيفاش يديروا وراونا الحاجات زعما كيما نقولوا زعما العشيبه الاكلات اللحوم وراونا كاع هذوما واستفدت كاع هذوما كاع اللي ما كنتش نعرفهم على الحيوانات وليت نعرفهم فضل الكشافه تاعنا. كيف هي علاقتك بزملائك في المدرسه؟ انا عندي زوج صحاباتي مفضلات عندي وتاني كيما تقول لي ماما دايما تعرفي كيفاش تخيري تخيري مثال اللي توري لك اللي توري لك زعما ماشي توريك حاجات ماشي ملاح توري لك دايما حاجات اللي ملاح تقودك في الحياة. هل تحفظي القرآن؟ أنا دايما نحفظ القرآن أمي دارت لنا وعلمت لنا القرآن بالتفاصيل وطريقة هي وشنو هي أنه ما نحفظوش قاع الصورة كاملة نقسموها باش ما نعياوش زعما أنا دوك عندي رواية ورش نتبعها نتبع باللي كي تكون حمراء متستمرات هكا وهما تايت عندهم تايت كي ديري زرقاء ديري القلقلة كي تكون خضراء ديري الغنة. احكي لنا شوية على عائلتك. احنا ثلاثة خويا اختي وانا تين بزاف نحب العائلة تاعي باسكو نضحك ونوض صباح نروح للمدرسة انا وخاوتي كل واحد وين يروح كيما خويا يروح للجامعة اختي تروح تاني للجامعة خويا يروح للثانوية هو يقرا سنة تانية ثانوي انا نروح للابتدائي ومن بعد نروح نقرا وهكاك وبعد نجو للدار نفطروا ومن بعد نقصوا على النقاش تاع العائلة نضحكوا. شكون يغسل المواعين في الدار؟ ودي عليكم مرة كيفاه مرة انا مرة اختي تغيضني باسكو تكون جات عيانة تما نغسل لهم انا في بلاصتها. تعرفي الطيبي؟ ما نطيبش بصح نقشر بطاطا نقطع هكا وانا الشغل اللي ما نحبوش هو نغسل الماء ما نحبوش نحب نسيق. واش تقولي للاطفال؟ لغاية الكشفيين ننصحكم أرواحوا للكشافة لأنها حتى تعلموا فيها حاجات بزاف
وحتى علمو تاينت فيها حديرو مسابقات. واش تقولي القناة 4 كيدز؟ قول لكم يعطيكم الصحة على جيكي خيرتو الكشافة تاعنا باش ديري باش ديرونا، وإذا سحقيتونا رانا هنا نوريلكم أغاني تاوعنا والتحيات تاوعنا. هنا مكان.